شاهدوا حشائش السنفيل، طبعا يسمى بهذا الاسم في محافظة الوادي الجديد، وده منظره وشكله الجميل، يعني بصراحة حاجة في قمة الجمال وقمة الروعة. زي ما شايفين حضراتكم احنا محشين هنا، وده منظر السنفيل وشكله الجميل. بصوا حاجة في قمة الجمال وقمة الروعة، بسم الله ما شاء الله. طبعا السنفيل ده مفيد جدا جدا، بياكلوه الابقار والاغنام والماعز، وده شكله، ده اسمه السنفيل. خلي بالكم ده يا جدعان، فيه من تحت فيه شوك، يعني فيه شوك، لكن بياكلوه الابقار عادي. زي ما شايفين ده منظر السنفيل وشكله الجميل والكيوت، حاجة في قمة الجمال وقمة الروعة، بسم الله ما شاء الله. طبعا ده لسه بيطلع السنفيل. وبس كده، تقول نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.